هذا الأمر. أتوقع أن الولايات بالخطابات التي نسمعها من ولاة الولايات أن يكونوا قاموا بإجراءات احترازية كهذه من توظيف وتسخير موارد الدولة كلها في صالح المقاومة، وبالتالي يكونوا يعني عبروا على هذه النقاط ودرسوها، لأنه أكيد هذه اللجان طبعا هي فيها اللجنة الأمنية على مستوى الولاية، وهذه هي اللجنة التي فيها قائد الجيش وفيها قائد الشرطة وقائد الأمن، فبالتالي أتوقع أن يكون درسوا هذا الأمر. لكن المقاومة الشعبية مطلوب من هذا، لأنه السودان واسع جدا، والموارد بتاعت البلد الموجودة دي اللي ممكن نسيطر عليها قد تكون في جزء منها هي بعيدة حتى من مراكز المدن والحضر، لكن وجود هذه المقاومة يساعد الحكومة في أن تنجز هذه الاحتياجات المهمة وتجهدها وتضبط موارد الدولة وتسخرها بشكل كامل لهذا الغرض. إذا كان من هناك قرارات، إذا كان نتكلم عن قرارات الدولة، القرار الغائب الذي لم نراه حتى الآن هو تغنين السلاح في يد المواطنين، وهذا القرار مهم بشكل غير يعني غير متصور، لأنه استخدام السلاح فيه مشاكل كبيرة جدا. لابد أن يكون هناك سند قانوني لاستخدام المواطن لسلاحه غير المرخص، و 99% من السلاح الموجود في يد المواطنين ولم تسلحهم بهم القوات المسلحة هو سلاح غير قانوني. ليه؟ لأنه المواطن عشان يسلح ببندقية كلاش، القانون لا يمكن المواطن من التسلح بهذه البندقية الكلاش في إطار الرخصة العادية بتاعت السلاح. يعني حتى لما يجي يرخصوا للمواطن ما برخصوا له في الطبنجة 9 ملي، برخصوا له 6 ملي وأقل من 9 ملي. فبالتالي الآن احنا نتكلم عن كلاش، عشان تقدر تستخدم كلاش لأغراض القتال في هذه المعركة يجب أن يرخص هذا السلاح بقرار من الدولة، لأنه هذا السلاح منتشر. وقلنا يا أخي تسجيل هذا السلاح يتم عبر الوحدات العسكرية، يعني المواطن يشيل بندقيته يمشي الوحدة العسكرية، يا جماعة أنا والله دار اشتغل مقاومة شعبية في حلتي، حلة الدويرة، ما عارف ريف المناقل، داير أقاتل مع الجيش ببندقيتين، سجلوا لي سجلوا اسمه بياناته، والبندقية إذا فيها رقم يسجلها، إذا ما فيها رقم يعطوها رقم إن شاء الله بيبوهي زي ما بقول، لحد ما تجي المباحث عندها طريقة في أنها تعمل وسم على السلاح، معناه بتنحت في السلاح ده رقم جديد حتى لو ما فيه رقم مكشوط، لأنه في كثير جدا من السلاح الأرقام بتاعته مكشوطة عشان ما يعرفوا المصدر بتاع السلاح ده مهرب من وين وكذا. فبالتالي يسجل أنه المواطن الفلاني عنده بندقية كلاشينكوف، عنده كده طلقة وعنده كده خزنة، عشان بعد ذاك حتى لو حصل خطأ أثناء التدريب أثناء التقدم أثناء حتى وجود الناس في الحراسات الليلية حارسين قام الطلقة بالغلط وكده، ما خلاص هذا الميت ما عنده قرار، القرار عند وليه، يعني قد يتمسك بأنه والله القصة دي ما حد استبع الحرب، نحن دارين حقنا ودارين قصاصنا وكده. فبالتالي لابد من حماية قانونية لاستخدام هذا السلاح. كلام. فبالتالي القرار ده مهم جدا، حتى فيه الجوانب بتاعت الرصد وحصر السلاح في السودان. ما في فرصة ذهبية أفضل من هذه لحصر السلاح الموجود في السودان.